الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج معوشات وأهم الموضوعات والتقارير الموجودة واهتمت بها الصحافة العربية والعالمية وأيضا الصحافة المصرية الصادرة اليوم. خلينا نبدأ مع حضراتكم بمقالين تحديدا غاية في الأهمية، وإن كان مازال الحديث في معظم الصحف العربية، الصحافة العربية تحديدا وبعض الصحف المصرية، عن الأزمة والمشكلة والقطيعة ما بين قطر وبين دول مجلس التعاون الخليجي ودور قطر وتمويلها بشكل أو بآخر ودعمها للإرهاب. اخترنا لحضراتكم مقالين فيهم ما هو يعني جديد بشكل أو بآخر، لأنه الحديث عن المشاكل المستمرة وما قاله أمير قطر ورد الدول العربية المسألة قتلت بحثا، ولكن من جريدة الشرق الأوسط وبوابة الأهرام مقالين ربما فيهم بعض الإشارات لو انتبهنا إليها قد نصل إلى حلول بشكل أو بآخر. الشرق الأوسط ومقال الوساطة الكويتية في قطر، وده مقال للأستاذ سمير عطلة. المقال يتحدث فيه عن ما أسمها بالأنباء، أنه الكويت تنوي القيام بوساطة بين دول الخليج من جهة وبين قطر من جهة أخرى، بعد ما أسماه هو حادثة البيان الأمريكي المخترق والمنفي. بيقول ليس من الديوان الأميري ولا باسم الأمير تم هذا النفي، ولكن هو يتحدث بشكل واضح وبيقول تذكرني هذه الوساطة بيوم كانت الكويت تستغل قوتها المادية من أجل التدخل في جميع القضايا العربية. وبيقول أنه الكويت يقارن بشكل واضح بين وقت ما كانت بعدما احتل صدام حسين دولة الكويت، وبيقول بيعمل مقارنة كده واضحة، بيقول لم تتخذ هذه الجريمة، أن دولة الكويت لم تتخذ هذه الجريمة ذريعة لإقامة علاقة خاصة مع إسرائيل. هو هنا بيعمل مقارنة كده بين ما تقوم به الآن قطر وبين وضع الكويت في أصعب لحظاتها عندما تم احتلالها. بيقول انه حتى لما الكويت تم احتلالها على ايد صدام حسين لم تستغل هذا ذريعة لإقامة علاقة خاصة مع اسرائيل، وبيقول لم تكلف صحفها، الصحف الخاصة بالكويت، ببلبلة ما اسمها بلبلة العرب، ولم تمول حربا إعلامية على أي كان، ولم تأوي أي أجنحة معارضة. وهو بيعمل هذه المقارنة أنه قطر تفعل ذلك مع أنها لم تتعرض لما تعرضت له الكويت. يريد أيضا وبيقول أنه من سيذهب لهذه الوساطة مع قطر، واللي هو يتوقع انه ربما يقوم بدور الوسيط ربما وزير الخارجية الشيخ الخالد، بيقول يتمنى عليه ان يحمل معه عدة رسائل ويرجى من الكويت ان توضحها للسادة في قطر. بيقول انه الكويت تعرضت بالفعل للاحتلال ولم يكن ذلك مجرد مخاوف من دول الجوار كما تعلن قطر. بيقول لم تقابل الاحتلال العربي دولة الكويت بسفارة لإسرائيل وقاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. ويستكمل أيضا سمير عطلة ويقول شاركت في ثرواتها جميع العرب عن طريق مشاريع التنمية، ويذكر العالم بأنه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وقف في الأمم المتحدة يعلن المشروع الأول من نوعه، وهو أن تلغي الدول الميسورة ديون الدول المتعثرة مرة واحدة. وفي النهاية يتحدث أنه تلك هي السياسة وذلك هو الدور الذي جعل الكويت دولة كبرى، أنها لم تفضل مرة أي شيء أو أي أحد على عروبتها، ولم تتذرع حتى بالاحتلال للخروج منها، وأنه ده هو الدرس الذي يجب والرسالة التي يجب أن تصل التي يجب عفوا أن تصل إلى قطر إذا ما كان هناك وساطة عن طريق الكويت مع قطر. بوابة الأهرام تتحدث ومقال آخر أيضا مهم للغاية، وهو مقال لأستاذ شريف عبدين بيتحدث فيه بشكل واضح ومحدد ونقاط محددة. بيقول ليس هناك الآن من هو أضعف من ما أسماها دويلة قطر، وبيقول هي منبوذة من محيطها الخليجي بعد أن انفضح دورها اللي أسماه دور مشبوه في تفكيك وحدة الصف، وتواجه اتهامات حقيقية من معظم دول العالم بدعم الإرهاب والمنظمات المتشددة. بيسأل أستاذ شريف عبدين في بوابة الأهرام بيقول السؤال، هل يمكن أن نستغل تلك الحالة لإطلاق حملة دبلوماسية لإدانة قطر دوليا مع الاستفادة من التأييد الذي لاقته العملية العسكرية الأخيرة في درنا بليبيا؟ ويستكمل ويقول نحن بحاجة للتخلص مما أثناء ميراث طويل من عدم استكمال النجاح
في التعامل مع بعض الملفات الشائكة لإحراز ما أسماء العلامة الكاملة، يعني نصل لآخر نقطة وناخد العلامة الكاملة، ناخد الرقم الأخير. بيقول نريد الآن وليس غدا استغلال أجواء السخط من ممارسات تلك الدويلة لكي يتم حشد تأييد إقليمي ودولي لمعاقبة قطر اقتصاديا، وبيقول وربما عسكريا ردا على دعمها الموثق للإرهاب ولمنظماته ولإيواءها العديد من رموزه وعلى رأسهم قيادات إخوانية هاربة. ويتساءل بشكل واضح الشريف عبدين، بيقول لماذا لا تستفيد مصر من نفوذها بمجلس الأمن كعضو غير دائم، تنتهي عضويتها أكتوبر المقبل وتتشاور مع الدول الكبرى وغيرها من الدول الصديقة لإعداد ما أسماه مشروع قرار دولي لمعاقبة قطر وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وده بيتيح تدابير قصرية ضد بعض الدول اللي بتهدد السلام العالمي. بيقول إنه العقوبات بتتراوح ما بين اقتصادية وبين استخدام قوة عسكرية. يتحدث بشكل واضح، بيقول لسنا أقل من الدول الكبرى حمية في الانتقام للدماء التي انسكبت بفعل الإرهاب المدعوم بلا حدود من قطر والمتحالفين معها. وبيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت العديد من الحملات العسكرية الانتقامية سواء عبر قرار دولي أو دونه، ولعل ردود الفعل الدولية المواتية للضربات اللي شنتها القوات المسلحة في ليبيا بتثبت اعتراف العالم بمشروعية الحرب اللي بتخوضها مصر ومصداقية الأدلة اللي بتحملها ضد الدول التي تتآمر على أمنها القومي. بيقول لقد نفذ الصبر على نظام يحكم شعبا شقيقا، وكتمنا الغضب كثيرا من مؤامرات من أسماهم المراهقين الذين لم يراعوا وشائج الأخوة، وحان الوقت لاصطياد الفأر المذعور. من هذا المقال والمقالين تحديدا من الشرق الأوسط وبوابة الأهرام عن قطر إلى هذا الكاريكاتير من صحيفة الاتحاد الإماراتية والفنان شريف عرفة وقناة الجزيرة، الرأي والرأي الآخر، وهما الاثنين في إشارة أنه يعني ممكن يبقى داعش، القاعدة، أي بقى جماعات إرهابية وتنظيمات إرهابية مش فارقة كتير. خلينا ننتقل مع حضراتكم من هذا الملف للحديث عن ما يجري في الموصل. والول ستريت جورنال بتتحدث انه على عهدة الول ستريت جورنال وهذا التقرير انه فرنسا تلجأ للقوات العراقية لتعقب وتصفية الإرهابيين الفرنسيين في الموصل. صحيفة وول ستريت جورنال بتقول انه فرنسا لجأت بالفعل وعملت قائمة عشان يتم تعقب وتصفية الإرهابيين الفرنسيين الموجودين في الموصل. وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر في الشرطة العراقية بتقول إنه القوات الخاصة الفرنسية سلمت بالفعل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قائمة بتضم 27 اسم، مرفق بهذه القائمة بعض الصور لخمسة من هؤلاء 27، وأضافت أن الهدف هو أن يتم منع تلك العناصر وأيضا بعض الرعايا الآخرين اللي بينطقوا باللغة الفرنسية وتحديدا البلجيكيين، ده على عهدة هذا التقرير في الول ستريت جورنال، كي يتم منعهم من العودة لبلدانهم الأصلية لشن هجمات. القائمة اللي تم نشرها أو تم الحديث عنها نشر أو تسريب أنها موجودة تمت مع بداية معركة استعادة الموصل وتحديدا في أكتوبر 2016، وبيتم تحديثها وفقا لهذا التقرير في كل مرة بيجرى فيها القضاء على بعض من أسماهم التقرير المتشددين. والقوات العراقية بتقوم بقتل عدد منهم على أساس بعض المعلومات والبيانات اللي وفرتها القوات الفرنسية. وأيضا وفقا للتقرير في 40 من القوات الخاصة الفرنسية موجودين لرصد هؤلاء الإرهابيين الناطقين باللغة الفرنسية سواء بواسطة طائرات بدون طيار واعتراض بعض المحادثات اللاسلكية، وقيامهم الأربعين دول من القوات الخاصة بيقوموا بجمع معلومات في بعض الأحياء اللي تم استعادتها من داعش، وبيقوموا بتفتيش البيوت اللي غادرها المقاتلين بحثا عن هؤلاء. المتحدث باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية رفض التعليق على وجود أصلا هذه القائمة، وقال إن مهمة القوات الخاصة الموجودة في الموصل الفرنسية هي تقديم المشورة ودعم القوات العراقية كي يتم استعادة هذه المدينة، مدينة الموصل، في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأيضا هو قال إن احنا بنقوم ببعض المهام الاستخباراتية في إطار مكافحة شاملة لداعش، وشكك في إمكانية تنفيذ أي عمليات محددة ضد بعض الجنسيات بعينها، يعني فرنساوي أو بلجيكي أو أيًا كان، وقال إن القوات العراقية بتقاتل مجموعات مسلحة من جنسيات متعددة، وإنه التمييز بين عناصرها أمر غير ممكن.
أما وزارة الخارجية الفرنسية فقالت أن باريس ملتزمة تماما بمكافحة داعش في إطار التحالف الدولي ووفقا للقانون الدولي، وليس هناك تعليق إلا أنه هذا التقرير تم نشره بشكل واضح على وول ستريت جورنال، وأنه في أسماء بعينها مطلوب أنها يتم استهدافها وتصفيتها من بعض الفرنسيين وبعض المتحدثين باللغة الفرنسية زي البلجيك، وهم المقاتلين الأجانب اللي موجودين في الموصل وهيبقوا موجودين الحياة وموجودين مازالوا مع الأسف في سوريا، موجودين في ليبيا، موجودين في كل حتة. والخوف كل الخوف من هؤلاء المقاتلين الأجانب سواء بقى فرنسيين أو بلجيكيين أو توانسة مصريين أي مكان جنسياتهم، لهم مش جنسيتهم البلد اللي بيحاربوا فيها، إن هم مع الحصار عليهم ومع الخسائر اللي بتتكبدها هذه التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا أو في العراق أو يعني نأمل في ليبيا، إنهم هيبتدوا الأجانب دول هيبتدوا يتحركوا كل واحد يرجع لبلده بشكل أو بآخر، وهو الخوف الكبير. هل وصلت فرنسا إلى حد استهدافهم وتسليم قائمة للجيش العراقي كي يتم استهدافهم وقتلهم وتصفيتهم؟ فرنسا أنكرت، ولكن الول ستريت جورنال تؤكد إنه هذا التقرير أو هذه القائمة موجودة وفقا لبعض المصادر داخل الموصل. الجارديان تتحدث أيضا عن الإرهاب ولكن في شكل تقرير، عنوان التقرير ربما يثير جدل، أيهما يشكل الخطر الأكبر، روسيا أم داعش؟ المقارنة ما بين روسيا وبين داعش مسألة يعني غاية في الغرابة. الكلام على لسان السناتور جون ماكين اللي رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري والجميع يعلمه، اللي قال أن روسيا أخطر من تنظيم داعش الإرهابي، وده كان تصريح في منتهى الغرابة على الرغم مما يذكره التقرير أنه خبرات ماكين المهنية وشخصيته، إلا أن انتقاده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتباره أخطر من داعش أثار ضجة كبيرة بين عدد من الخبراء، متسبب زي ما قلنا لحضراتكم في حالة من الجدل حول إمكانية أو يعني مدى رجاحة أنه يتم مقارنة ما بين بوتين وبين أي شخص آخر في مسلح في تنظيم من التنظيمات الإرهابية اللي بيمارسوا وفقا لهذا التقرير الوحشية في منطقة الشرق الأوسط ويقطعوا الرؤوس وما إلى ذلك. بعض الخبراء اعتبروا أن تصريحات ماكين اللي قالها، وده كان أثناء جولة لي في أستراليا تحديدا، اعتبروها أنها سموها حجة سخيفة، وأنه يجب أن تعلم أو تعرف المستهدف بالتحديد لما نحاول أن نفسر تصريحات ماكين. هل المستهدف هي الحضارة الغربية بشكل عام كما نعرفها واللي بتمثل هدف مفترض لداعش، أم أن المستهدف بالتهديد هو شيء آخر؟ الحقيقة وفقا لهذا التقرير يستكمل كاتب هذا التقرير في الجارديان بيقول في الحقيقة تصريحات ماكين تصلح لشيئين، فهو كان يتحدث من جهة عن الأمن العالمي ومن جهة أخرى عن ديمقراطية الغرب، وبيقول إن في اختلاف كبير بين وجهة نظر ماكين للديمقراطية في روسيا ونوايا بوتين اللي أسمها نوايا خبيثة تجاه الديمقراطية في كل مكان. وتحديدا التقرير بيقول إن روسيا بوتين تحديدا تحت حكم فلاديمير بوتين بتشبه السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي اللي شهدت انفتاح كبير على العالم والإنترنت بصورة لم يكن من الممكن الارتداد عليها إذا لم يكن بوتين عدو كبير للديمقراطية في الداخل. فبيتساءل يعني التقرير هو في الداخل مش عدو الديمقراطية وهناك شكل واضح من أشكال الديمقراطية واختلاف لشكل روسيا، فهل يكون هناك فرضية أنه بيحاول تخريب هذه الديمقراطية في الخارج أو يتخيل أنه يستطيع فعل ذلك؟ بيقول أن رغم الاتهامات اللي بيتم توجيهها لروسيا والادعاء بأنها بتتدخل في بعض انتخابات الدول والتلاعب بها، إلا أنه تلك الاتهامات وصفتها الصحيفة بأنها مبنية على الخوف أكثر منها على الأدلة. خلينا ننتقل من هذا التقرير في الجارديان إلى تقرير آخر في الواشنطن بوست تتحدث عن سوريا. العنوان يقول المعركة الأكثر دموية في سوريا لم تأتي بعد ومليون مدني في خطر. صحيفة الواشنطن بوست ما زالت مستمرة في بعض التقارير اللي بتحاول تحذر فيها من ما يجري في سوريا. الآن الحديث يزداد عن إذا ما انتهت الهدنة بشكل أو بآخر ما هو مصير عدد كبير من السوريين. الواشنطن بوست بتقول المعركة الأكثر دموية في سوريا لم تأتي بعد، بتشير إلى أنه الخطر بيحيط بحوالي مليون مدني، تحديدا الحديث هنا عن محافظة إدلب، ومليون شخص جاءوا من كل مكان في سوريا كانوا بيهربوا من القتال لكنهم لم يتمكنوا، مما أسمته الصحيفة دفع رسوم المهربين للذهاب لأبعد من هذا، وأصبحوا محاصرين كلهم في محافظة واحدة اللي هي إدلب في شمال غرب سوريا، وبينظرون للهدنة القائمة منذ أسابيع بخوف وانعدام ثقة.
المنطقة الواسعة اللي اسمتها او اسمها تقرير الواشنطن بوست على طول الحدود الجنوبية لتركيا اصبحت الان اسمتها واشنطن بوست ثغرة نهائية للمعارضة. وتتحدث وتتوقع الواشنطن بوست ان في الاشهر المقبله قد تكون هذه المنطقه هي التحدي الاكثر صرامه ودمويه لما اسمتها قوات الرئيس السوري بشار الاسد، مش ما اسمتهاش الجيش السوري ولكن بيختاروا اسم قوات الجيش قوات عفوا الرئيس السوري. بيقولوا انه الحرب اذا ما عادت مره اخرى والهدنه دي اصبحت يعني انتهت، انه هيكون هؤلاء المليون شخص الموجودين في ادلب ومحيطها هيكونوا في منتصف ما بين من اسماهم التقرير مقاتلي المعارضه ومن اسماهم ايضا بقوات نظام بشار الاسد، وهو هنا الجيش السوري وبعض التنظيمات اللي منها معارضه ومنها تنظيمات ارهابيه داخل سوريا. خلينا ننتقل من الواشنطن بوست لهارتس. هارتس تتحدث عن الموعد النهائي لتحريك السفارة للقدس. العنوان بيقول إيه؟ يوم على الموعد النهائي، ترامب لا يزال لم يقرر أو لم يقرر بعد تحريك السفارة إلى القدس أو نقل السفارة إلى القدس. وفقا لسكرتير الإعلام بالبيت الأبيض اللي قال النهاردة الثلاث تحديدا، قال وصرح أنه الرئيس دونالد ترامب ما توصلش حتى هذه اللحظة إلى أي قرار حول ما إذا كان سيتم نقل بالفعل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة. طبعا القدس المحتلة دي احنا اللي بنقولها مكاتبين إلى القدس فقط. ترامب المفترض أنه فاضله يوم واحد فقط كي يتم اتخاذ هذا القرار قبل أن يضطر إلى التوقيع أو يعني يختار عدم التوقيع على تنازل رئاسي من شأنه أنه يؤخر تنفيذ قرار اتخذ عام 1995 من الكونغرس. القرار ده تم اتخاذه لنقل السفارة إلى القدس. فكل رئيس أمريكي في وقت معين كل ست أشهر بيبتدي يوقع على قرار إذا كان يتنازل عن تنفيذ هذا القرار ولا ينفذه بالفعل. الرئيس باراك أوباما خلال الأسابيع الأخيرة من فترة ولايته هيوقع هذا التنازل، وبالتالي يوم الخميس اللي هو بكرة هيكون مر ست أشهر منذ وقع أوباما، وبالتالي ده يعني أنه ترامب لابد أن يوقع من بعد يوم الخميس على هذا التنازل أو لا يوقع. وحتى هذه اللحظة كل التصريحات اللي بتخرج من البيت الأبيض ومن الحكومة والإدارة الأمريكية المفترض أنها بتؤكد أن دونالد ترامب لم يتخذ قراره بعد، ولا يعلم أحد إذا كان سيوقع هذا التنازل ولن يتم نقل السفارة أم أنه ستحدث المفاجأة. سنرى ونتابع مع حضراتكم. هنخرج الآن إلى فاصل سريع ونعود بعده لاستكمال هذه الحلقة في منشآت، وتحديدا الحديث عن عيد الإعلاميين وعن الإذاعة المصرية. الأهرام اختارت أن تكشف عن بعض الوثائق في عيد الإعلاميين. كل عام وحضراتكم بخير. وبعض الوثائق بخط الرئيس جمال عبد الناصر، ووثائق خاصة بإذاعة صوت العرب، وبعض العقود مع نجوم مصر ومنهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم. نتابع مع حضراتكم هذه الوثائق اللي نشرتها الأهرام احتفالا بعيد الإعلاميين واحتفالا بالإذاعة المصرية، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم واستكمال هذه الحلقة في منشآت، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن عيد الإعلاميين وعن الوثائق اللي نشرتها جريدة الأهرام. الأهرام تكشف لأول مرة في عيد الإعلاميين عن وثيقة بخط رئيس جمال عبد الناصر عن خطة صوت العرب وعقد لحفل السيدة أم كلثوم وتلاوة الشيخ محمد رفعت. الأهرام في وثائق تنشر لأول مرة اللي احنا شايفينها مع حضراتكم من أرشيف إبراهيم العناني وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب، وتحديدا يوم 31 مايو الحالي اللي هو عيد الإعلاميين. وهذه صورة الأولى من اللي مش فيها صورة أم كلثوم طبعا الناحية التانية، دي صورة بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر ومكتوب فيها خطة عمل إذاعة صوت العرب. أيضا الصورة التانية صورة من عقد الإذاعة مع أم كلثوم لإحياء حفل افتتاح الإذاعة عام 1934، وكان المقابل 25 جنيه.
وصورة من عقد الشيخ محمد رفعت للتلاوة الأولى في افتتاح الإذاعة أيضا، نظير أجر قدره 3 جنيه. دول قامات يعني، والأرقام دي كانت وقتها سنة 34 حاجة، أرقام عالية جدا. الإعلام المصري بيحتفل بعيد الإعلاميين في هذا اليوم اللي انطلقت فيه عبارة هنا القاهرة لأول مرة عبر إذاعة البرنامج العام عام 1934 لتعلن بذلك ميلاد الإذاعة المصرية الرسمية. كل عام والإذاعة المصرية الرسمية بخير، وكل إذاعات مصر. الحقيقة الإذاعة المصرية مدرسة علمت وما زالت تعلم، يعني مش تجاوزا ملايين البشر، سواء من اللي تعلموا من الإعلاميين من الإذاعة والأساتذة اللي موجودين في الإذاعة المصرية منذ افتتاحها، من كل دول العربية، كل العالم العربي تعلم على يد هؤلاء الخبراء، أو حتى من تعلم لمجرد سماع الإذاعة المصرية اللي ما زالت تعلم حتى هذه اللحظة أجيال وأجيال. كل عام وكل الإذاعيين في مصر بخير، وكل الإعلاميين بخير. وهذه الوثائق الهامة اللي لو رجعنا بس لتاريخنا وعرفنا لما اتقالت كلمة هنا القاهرة 1934 قد ايه كان ليها اثر، وقد ايه الاذاعة اثرت سياسيا واجتماعيا يعني وثقافيا في شعوب العالم العربي كله، ربما نستعيد مرة اخرى اهمية وقيمة الاذاعة المصرية مرة تانية. خلينا ننتقل من هذا الخبر ونذهب للاهرام ايضا، ولكن هذه المرة بوابة الاهرام. التقرير بيقول بعد قمة الناتو تركيا الى انعزال. التقرير وصف أو رحلة العودة الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان بعد لقائه بدونالد ترامب في 16 مايو، وقالوا أن العودة والرحلة دي كانت دون أي نتائج تذكر، عكس ما قاله وزير الخارجية اللي كان بيثمن على هذه المباحثات اللي جرت ما بين رجب طيب أردوغان وبين دونالد ترامب، وبيقول أنه هو عاد مجددا أردوغان من قمة الناتو الأخيرة زي ما عاد من القمة مع دونالد ترامب ولقائه به في 16 مايو بلا شيء يسر أو يبعث على التفاؤل بعد يومين قضاهم هناك. وسط أجواء وصفها هذا التقرير بالفاترة والغير مرحبة به في بروكسل، اللي أصبحت وفقا لتعبير أحد مريديه هي عاصمة الشر. فلا أحد من الزعماء الأوروبيين هنأ رجب طيب أردوغان على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، واللي اعتبروه تقريبا جميع المسؤولين الأوروبيين بلا أي استثناء اعتبروه استفتاء غامض ومشوش، وأنه كان عنوانه هو الخروقات. أيضا الحديث في أنه أردوغان حط بطائرته وصف كده، حط بطائرته الرئيسية بلا أي إنجاز ملموس، وكان غاضبا أشد الغضب زي ما بيقولوا من الأمريكيين اللي وصفهم بأنهم منحازين وغير محايدين. وزاد على ذلك ما سمعوا من انتقادات انهالت عليه من قادة أوروبيين ولم يستطع أن يجيب عنها إجابات شافية ومقنعة، واللي طلبوه بوقف العمليات الأمنية اللي بتستهدف المعارضين لحكمه فورا، وأيضا طلبوه بإطلاق سراح من أسماهم التقرير بالمغبونين بالسجون وهم بالألاف. أردوغان لما التقى بالإعلاميين اللي كانوا مرافقين ليه واللي تم زي ما بيقول التقرير اختيارهم بعناية لم يذكر أي شيء من هذا القبيع، لم يتحدث عن هذه المطالبات من جانب الأوروبيين أبدا أو انتقاد لما يجري داخل تركيا، وهم كمان تعلموا الدرس وفقا لهذا التقرير، وبيقولوا لم يسألوه بطبيعة الحال، إنما هو أعطى لهم بعض العبارات اللي وصفت بالدبلوماسية التطمينية في إيحاء بأن ثم التقدم حدث خلال لقاءاته اللي وصفها بأنها بناءة، ودلل على ذلك عندما قال أن الاتحاد الأوروبي منح بلاده جدول زمني بيمتد ل 12 شهر كي يتم ضخ دماء جديدة في عروق العلاقات اللي تجمدت ما بين الطرفين، بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا من جهة أخرى. وتحدث بشكل مطول، ولكن بيقول رغم كل ذلك تبقى الحقيقة، التقرير بيقول رغم كل ذلك تبقى الحقيقة الدامغة التي لا تحتمل الشك، وهي أن التباعد والتنافر سيكونان سمتي الفضاء بين الأناضول وأوروبا إجمالا. فإعلام الأخير مقروء ومرئي ينشر ويبث يوميا اللي هو إعلام تركيا تقارير تكشف عن حجم الانتهاكات اللي بتمارس ضد من يناوئ العدالة والتنمية تحديدا اللي هو الحزب الحاكم، وليس هناك ما يؤشر على أن الحكومة، حكومة هذا الحزب اللي وصف في هذا التقرير بالسلطوي، ليس هناك أي مؤشر أنها بصدد الالتزام بالحد الأدنى من المعايير والقيم الديمقراطية.
من هذا التقرير من بوابة الأهرام نذهب إلى مقال في الاندبندنت. المقال في الاندبندنت زي ما تعودنا احنا بنلاقي مقالات لروبرت فيسك دايما بنبقى عايزين نشوف هو بيقول ايه الحقيقة، ونبقى عايزين نطلع حضراتكم. الفترة الأخيرة لما تابعنا مع حضراتكم أكتر من مقال لروبرت فيسك على مدار شهور شهرين ثلاثة الأخرانيين، الحقيقة أنه دايما في تساؤل اختيار موضوعات بعينها في توقيتات يعني ليس لها دلالة الحقيقة واضحة أو دلالة مباشرة، ربما لها دلالة في نفس الكاتب، لكن يعني مثلا على سبيل المثال هو النهاردة بيتكلم عن الحديث عن الربط ما بين ما يحدث في داعش، وهو مسمي المقال وبعض العلماء المسلمين، بيقول في عصر الإسلام يجب ألا ننسى العلماء الذين قاتلوا، وهنا بيتحدث تحديدا عن وهنا يتحدث تحديدا عن دكتور نصر أبو زيد العالم المصري الكبير. السؤال بس هو ليه دلوقتي بيتكلم عن هذا الموضوع؟ احنا مش عارفين، زي ما قبل كده قرر فجأة ان هو يتكلم عن حادث إرهابي حصل مثلا من سنتين ثلاثة، او قرر فجأة ان هو يتكلم عن قضية وفكرة القضاء المصري، هو بيختار توقيتات قد لا نعلمها نحن يعني او اسبابها. خلينا نروح للمقال وهو بيتكلم بشكل واضح، بيقول في عصر داعش علينا أن نتذكر نصر أبو زيد، وبعامل مقارنة كده بيقول أنه نصر أبو زيد كان بطلا في وقته، ولو كان بيننا الآن ورأى السلفيين، هو سماهم السلفيين، قد انتشروا في أوروبا وهو هذا المنفأ اللي هاجر إليه كما كان في مصر وطنه. فيسك بيحكي بشكل واضح عن لقائه بدكتور نصر أبو زيد، وأنه التقى بيه أول مرة في القاهرة، وكان بيدور عليه ومش عارف إذا كان لسه عايش ولا لا، وكان عايز يتحدث معاه، وبيقول أنه بيحكي أول مرة ذهب لمنزله قبل 22 عام، وبيحكي وبيصف الحالة اللي كان فيها زوجته السيدة ابتهال، والحالة اللي هو كان فيها من تعب وإرهاق، وبيتحدث عن فكرة التفريق اللي تم، الحكم المحكمة اللي تم بالتفريق بينهم بعد الحكم على نصر أبو زيد بالارتداد، وبيرمي كده في النص كلمات على فكرة انه ازاي كانت الدولة بتحمي نصر ابو زيد بشكل او باخر ضد حكم القضاء، وان الدولة وقتها وقت حسني مبارك كانت بتصارع بعضها بشكل او باخر، القضاء يصارع السلطة التنفيذية بشكل يعني مختلف متعودنا عليه من روبرت فيسك، ولكن هو عامل مقارنة طويلة كبيرة جدا، وبيتكلم عن ما جرى لدكتور نصر ابو زيد، وازاي تم رفع هذه القضية عليه، وازاي تم الحكم على انه بانه مرتد، وتفريقه عن زوجته و و و و والحقيقه انه يعني مش عارفه المقارنه اللي هو عاملها بين ما يجري الان من داعش وبين هذا الزمن، مفيش اي مقارنه، الا ان كان يعني يقصد روبرت فيسك انه لو كان المثقفين والعلماء زي دكتور نصر ابو زيد موجودين الان فيما بيننا في العالم العربي كان ربما الامور اختلفت، وان كان في الحقيقه علماء كثر ومثقفين كثر موجودين في العالم العربي وبيحاولوا بشكل او باخر، ورجال دين ايضا مستنيرين سواء من الجانب المسيحي او الاسلامي، ولكن ظاهره داعش وغيرها ليست فقط مسؤوليه هؤلاء، وانما مسؤوليه جهات كثيره منها بعض الجهات المخابراتيه زي ما عملوا قاعده كده، وربما ما اظنش كان ليها اي علاقه بالدين ولا اساس دين. خلينا ننتقل لنيويورك تايمز. نيويورك تايمز تتحدث عن ما اسمته بتحقيقات لمعرفة دوافع صهر ترامب دونالد ترامب في التواصل سرا مع حليف لبوتين. عدد من المحققين الفيدراليين ومن داخل الكونغرس الأمريكي بيقوموا الآن بالتحقيق في ما أسماها التقرير دوافع كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعه مع سيرجي آن جوركوف، وهو أحد المصرفيين الروس المقربين من الاستخبارات الروسية، وأيضا دائما ما يطلق عليه أنه شريك مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تقرير الصحيفة تتحدث فيه نيويورك تايمز بشكل، ونيويورك تايمز اللي لها موقف واضح جدا من دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سموهم بأنهم على اطلاع بتفاصيل عملية التحقيق، أنهم بيقالوا أن التحقيقات الجارية دي بتركز على الأسباب الحقيقية والدوافع وراء هذا الاجتماع ما بين كوشنر وبين جوركوف في توقيت هم وصفوه بأنه توقيت حساس للغاية خلال عملية انتقال السلطة للرئيس ترامب.
ايضا التحقيقات اللي بتجرى مع كوشنر من جانب الكونجرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتقوم حوالين تحديدا اذا كان كوشنر حاول انه يبقي على قناه اتصال مفتوحه مع موسكو، واذا كان في كانت بنود اخرى في الاجتماع على جدول اعمال هذا الاجتماع، وتحديدا كل مهتم بفكره اذا كان تم اعطاء روسيا اي وعود بانه سيتم رفع العقوبات اللي تم فرضها على روسيا من قبل واشنطن تحديدا بعد ضم موسكو لشبه جزيره القرم. هذا الموضوع اللي بيشغل بال الامريكيين الان. التقرير اشار كمان الى انه الاجتماع استمر لمده نص ساعه بين كوشنر وجوركوف، وكان مازال حتى هذه اللحظه النص ساعه دي بتخضع لتدقيق يعني في كل تفاصيله بشكل واضح جدا. والمسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الابيض يتحدثوا بيقولوا ان الاجتماع ده ربما لم يكن سوى جزء من اجتماعات سياسيه بتجرى خارج القنوات الدبلوماسيه، وكان المحاوله فيها الوصول لقناه تواصل واضحه لما يجري الآن والتعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا لما يجري الآن في سوريا تحديدا. واتكلموا كمان بشكل واضح أنه اللقاء كان محاولة ما أسماه التقرير إنهاء حالة الحرب الأهلية في سوريا وبعض القضايا السياسية الأخرى. يعني هيستكمل هذا التحقيق ونشوف في النهاية ما الذي حدث في هذه التحقيقات. الحياة اللندنية تتحدث عن فكرة المواقع الأدبية العربية وتعزيز النشر الإلكتروني في هذه المواقع. نحن في زمن مختلف، في زمن النشر الإلكتروني أصبح الناس معظمها أو يعني جزء كبير خلينا نقول مش معظمها بتدخل على المواقع الإلكترونية عشان تقرأ كتب محددة. زمن الكتاب بعض الناس بتراهن أنه زمن الكتاب قد يكون ولا، وبعض الآخر شايف لا الكتاب هيفضل مستمر. الحياة اللندنية عاملة تقرير بتتكلم فيه على فكرة أنه عدد كبير من دور النشر العربية الكبيرة المتخصصة في الأدب أصبح ليها مواقع إلكترونية، وأنه بيتكلموا وربطوا بأنه لعل بيقولوا الثورات العربية اللي قد هجي للإنترنت ساهمت فيما أسماء التقرير تحرر المثقفين من جمودهم ودفعهم للبحث عن فسحة حرة لا تنقطع منها الكلمة ولا يضيع فيها الصدى. وبيقول أن في كتاب وشعراء كثر في العالم العربي بدأوا تأسيس لمواقع إلكترونية أدبية، بعضها على شكل مجلات وبعضها على شكل كتب، وبما يسمح لشبكات التواصل والدردشات الثقافية بالتواصل مع هذه المواقع. خلينا نذهب سريعا من هذا التقرير في الحياة اللندنية ليو اس اي توداي. يو اس اي توداي بتقول ناسا تعلن عن تفاصيل رحلتها للشمس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وفقا لهذا التقرير في US Today بتقول أنه الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة الأولى اللي بتحمل عنوان مهمة إلى الشمس. ناسا بتقوم برحلة فضائية غير مسبوقة لكي يتم لمس الشمس، وبتشير إلى أن الرحلة دي هتنطلق في صيف 2018، وسفينة الفضاء المخصصة للعمل ده هتكون في المجال الجوي للشمس. الوصف تحديدا قالوا تصريح واضح لوكالة ناسا أنه سفينة الفضاء دي اللي تؤدي تلك المهمة ستتواجد في مسافة 4 مليون من سطح الشمس، وستكون مصممة لمواجهة مستويات غير مسبوقة من الحرارة والإشعاعات التي لم تتعرض لها أي سفينة فضاء سابقة. وناسا قالت أن المهمة الفضائية للشمس دي ستقود لإجابات على أسئلة ظلت بلا إجابات منذ عقود عن فيزياء النجوم تحديدا وآلية عملها. خلينا اخيرا، احنا عندنا الحقيقه خبرين مهمين. الشرق الاوسط كانت عامله تقرير عن واحد سيوة، تقرير في منتهى الروعه، لؤلؤه الصحراء الغربيه المصريه، وعن طبيعه هذه الواحه واحد سيوة، وانه ربما اهم ما في التقرير مع تفاصيل كلنا نعلمها عن هذه الواحه انه معظم فنادق هذا المكان بيفصلوا عن الانترنت تماما ويخلوا الانسان يعيش في حاله استرخاء بعيدا عن صخب العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من ثوره الانترنت. لوموند تتحدث عن بطولة رولان جاروس.
بطولة رولان جاروس للتنس وهي احدى البطولات الجراند سلام الكبيرة في العالم. بطولة فرنسا المفتوحة بتقول ماكسيم يطرد لتقبيله صحفية بالقوة. التفاصيل ايه؟ انه ماكسيم امو اللي هو احد اللاعبين التنس الفرنسيين بير سون اكريديتاسيون بور افوار امباراسي دو فورس اون جورناليست. اللاعب ده ماكسيم امو وهو بيعمل انترفيو مع احدى الصحفيات من قناة يورو نيوز يورو سبورت عفوا وهو بيتكلم معاها بس دماغها اول مره وبعدين بسها مره تانية وبعدين بسها مره ثالثه. الصحفيه كانت عندها حاله يعني ضيق شديد. الاتحاد الفرنسي للتنس اوضح بشكل واضح انه سحب قرر انه يلغي اوراق اعتماد ماكسيم امو عقب تصرفه اللي شايفين انه كان يستوجب اللوم والتوبيخ وكان موجود في معظم وسائل الاعلام الفرنسيه امس. لقطات للاعب الفرنسي وهو مصنف رقم 287 عالميا وهو بيجذب هذه الصحفيه اسمها مالي توماس من يورو سبورت بقوه نحوه فيما هي اعلنت ان هي لو ما كانتش على الهواء مباشره ربما كانت وجهت له لكمه عشان ترد على هذا الضيق الشديد اللي سببه ليها. اخيرا سريعا جدا احنا فاضل لنا 10 ثواني اليوم السابع سريعا بتتكلم عن ايمن اللي بيضرب المثل في الوفاء وتزوج ميرا. ميرا دي احدى ضحايا الكنيسه البطرسيه بعد ما اجرت 6 عمليات غيرت ملامحها. دي ميرا اللي كانت ضحيه من ضحايا الكنيسه الحادث الارهابي في الكنيسه البطرسيه وكانوا مخطوبين وقت هذا الحادث واجرت 6 عمليات غيرت ملامحها بشكل كبير. وان كان ايمن صمم ان هو لا يتخلى عن خطيبته وهذه صوره نادره من صور الوفاء وان مصر ستظل تقف ضد الارهاب وتظل تعيش المصريين بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي برغم من هذه الحرب اللي بتشن ضدنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اشوفكم على خير ان شاء الله بكره وحلقه جديده وبرنامج نشاط الساعه 2:15. دمتم في امان الله.